فين؟ انا مشيت اكيد انا مشيت. اكيد اسقط انا بقى في يدي. انا بقى مش متصوره ان يبقى لي صديق في العمل واخفيه عن جوزي، لا. هو ما ينفعش، ما عشان كده بقول لك انه ما ينفعش قالت اصلا لك في يبقى في صديق في صديق. العمل. نيفين هانم، نيفين جت وهناء مشيت، وانا هاكلك يا عم. ليه تاكليني ليه يا نيفين؟ هاكلك يا عم. اه طبعا في صداقه ما بين الرجل والمراه. اه وليه ما يبقاش صديقي؟ انا مش عارفه يا نيفين. فيكي انت صديقي. ليه؟ ده انت خانقني يا عم. انت خانقتني. خانقتني؟ انا عاوز اسالك سؤال. هو انت وجيجي مش اصدقاء وبتتكلموا مين ده؟ وبتخرجوا مع بعض؟ انت وجيجي مش جيجي مرات هشام؟ لا لا يا هانم، لا جيجي مرات هشام. كنا بنروح نزورهم في البيت. في حاجه اسمها صداقه؟ وقاعده هي وجوزها وبتطبخ هي وجوزها. خلي انت خلقتنا. خلقتنا. طيب يعني في صداقه يا عم؟ ازاي حضرتك عندك؟ انا شخصيا اسمعني بقى، انا شخصيا عندي صديق كويس من وانا مثلا في ثالثه ابتدائي رابعه ابتدائي مع بعض في النادي كويس، وطالعين مع بعض، وجوزي يعرف عنه كل حاجه، ويعرف عن ولادي كل حاجه، واهلي يعرفوا عنه كل حاجه، واصدقاء. في صداقه. يعني بيكلمك في التليفون؟ بيكلمني في التليفون. وبتشربوا كابتشينو؟ بيكلمني الساعه 11 و12 و1. وجوزك عادي جدا بيكلمك الساعه 1؟ اصلها علاقه واضحه، علاقه واضحه مش مستخبيه. واخويا عارفين، واخويا عارف، واولادي عارفين، وممكن ولادي يشتكوا له مني انا وباباهم. ده كده مصر كلها عارفه. انت الوحيد اللي بتعرفه. شكرا نيفين. قال لك انت خنقتني. سربان. خنقتني.